السلام عليكم، اخباركم؟ كل شيء مزيان. مرحبا بكم في قناة أم أحمد. اليوم غندير معكم خبيزات عامرين بالفرماج. كنحتاجو كاس دافي ديال الحليب، ومعلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، 4 كاس ديال الزيت، 3 المعالق ديال السنيدة وفاني، نص خمارة، معلقة صغيرة ديال الخل، والفورص كنجمعو به. كندير الحليب، كنديرو معاه رشة الخميرة وسنيدة، كنخلطوه حتى كينساجو كتفاعل هاديك الخميرة. خليناهم شوية، شي 5 دقائق، كنديرو عليهم الزيت، الفاني، معلقة معمرش، معلقة صغيرة. نديرو في الطبق حتى كتجمع لينا. ديرو نص خمارة، كنبقاو نزيدو في الطبق حتى كتجمع. صافي جمعت العجينة، دابا غادي نغطيها ونخليها كتخمر. صافي ها هما خمر، نحاول نحيدو منهم داك الهوا. نعمرهم بالفرماج، معلقة صغار، اللي بغى يعمرهم بالشوكولاط نضرب لكم فيه شي. كنبقاو مكملين بحال هكا حتى كنسالو. كملتهم وخليتهم يرتاحوا واحد ربع ساعة. دابا غندهنهم بالبيض، البيض ونسكافيه. صافي انا نكملهم بالدهين وندخلهم الفران يطيبوا، ومن الخرجة واحنا معاكم. هادو هما الخبيزات اللي صوبنا، نتمنى يعجبوكم. الصراحة هما كيتغطسو في العسل، لان ما كنعجبنيش الحلاوة بزاف، درتهم بسكر كلاصي، واللي بغا يديرهم في العسل كيجيو زوينين خفاف، شاش خفاف بزاف كيف كتشوفوا. نتمنى يعجبوكم، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، والسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله.